على مستوى الثروه الحيوانيه يوم امس صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على طلبنا وبناء على تواصلنا مع وزاره التجاره والزراعه ببيع الاعلاف المدعومه الى مربي الثروه الحيوانيه من النخاله بسعر طن لا يتجاوز 300 ألف دينار وهي لاول مره بينما هو بالسوق وصل الى 600 الى 700 الى 800 وبالتالي هذا دعم الى مربي الثروه الحيوانيه و امس ايضا تخصيص 5 مليار مجال المربي جاموس الى الى بما يتعلق بالذره والاعلاف وهذا شيء مهم بالنسبه الى المربين